عندنا هون اكزامبل، خلينا نعمل اسود احسن. بدنا ناخذ اكزامبل 6-1، واكزامبل 6-1 له علاقه بالهيدروليك سيلندر كالكوليشن. هيدروليك سيلندر كالكوليشن، في عندي بامب بتعطيني البامب هون الفلو تبع البامب كيو بيساوي 20 جالونز بير مينت. عندي الدايمتر تبع دبل اكتنج سيلندر. هلا هو ما حكاش بالسؤال بشكل واضح، بس هو عم بيحكي هون عن بيستر. اوكي، هاي نقطة مهمة، ما ذكرها بشكل صريح، بس هو عماله بيقول انه الدايمتر تبع السيلندر، فهون ضمنيا هو عماله بيحكي عن البيستون. البيستون اللي هو الديسك هذا اللي على عليه الكنترول. هلا اللود بيساوي 1000 باوند، شو لازم تكون باوند؟ فورس. هلا لاحظ انه بالامبيريال يونتس ما بيميز، بضل يقول باوند. اذا حكى عن ماس بيحكي اذا حكى عن يعني شيء معين بقول هذا 5 باوند، واذا حكى عن فورس بيحكي 1000 باوند. هون عمال بيحكي عن 1000 باوند فورس. اذا اللود تبع الفورس تبعت اللود او الفورس اللي بنحطها على اللود بتساوي 1000 باوند فورس بحالة extension and retraction. بحالة extension و retraction. والرود diameter يساوي 1 inch. إذا في عندي اختلاف بين ايش وايش؟ السلندر البيستون الدايمتر تبعه ما حطيناهاش احنا 2 انش. إذا الدايمتر تبع هذا 2 انش والدايمتر تبع الرود 1 انش. إذا قديش نسبة الاريا تبعت البيستون للاريا تبعت الحلقة؟ تمام، كويس، أنا بجرب ممتاز. إذا نحن عم نحكي هون هي البيستون هذا هيك، هذا 2 انش وهذا البيستون. في دائرة داخلية هون هذه هيك هذه 1 انش، ولا هاي هي الرد، واللي ضلت اللي هي الحلقه الانيول او انيولس، هذا الرينج اللي موجود هون. اذا في عندي هون اي بي بقدر احسبها مباشره مش هيك، واي خلينا نسميها بي ماينس ار بقدر احسبها كمان هون مش هيك. هذه بتصير عندي باي على 4 نحول مباشره 2 انش، فبصير عندي هون 2 في 0.0254 ربيع، مضبوط. وهذه تحت بتساوي باي على 4 2 في 0.0254 ربيع ناقص 1 في 0.0254 ربيع، مضبوط هيك؟ حسبنا التو اريز من هون، حسبنا الاريا الخارجية تبعت البيستون. وليش بتهمني تبعت البيستون؟ لأنه ضربتها في البريشر اللي جاي من الكاب اند تعطيني اكستنشن فورس، واذا ضربت هاي في البريشر تبع الفلويد اللي جاي من جهه الرود اند تعطيني اي فورس؟ هاي اكستنشن فورس وهاي ريتراكشن فورس. هي نرسم رسمه بسيطه هون، هاي الرود، هاي الرود، هاي البيستون، هاي بريشر 1 وهاي البريشر. يعني يمكن لازم هاي اكبرها شوي. وهذه هون راح نسميها بي 2. فالفورس تبعت الاكستنشن بتساوي بي 1 في ايش؟ في اي بي. والفورس تبعت الريتراكشن بتساوي بي 2 في اي بي ماينس اي رود، او بي 2 اي بي ماينس. السؤال ال 0.54 لانه هذا 2 انش، هاي 2 انش. فالمفروض تنضرب في 0.025. 0.0254. اه اه. شايف؟ بدي تحويل بس الاثنين انا طلعت فوق.
0.025 مظبوط كده؟ هاي واحده 2 انش واحده 1 انش دكتور بس كمان سؤال حسبنا كيف عرفنا النسبه 4؟ كويس جيد كيف عرفنا هي امجد مسعود اللي جاوب كيف عرفت انت النسبه 4 بينهم مباشره؟ لانه يعني المساحه بتتناسب مع المربع الدايمتر فواحده ضعف الثاني الطول ضعف الثاني ربعناه لو فوليوم تكعيب اوكي مباشره هذا كويس اللي يكون عندك منتل ماس اوكي طيب اذا عندي اي بي اي بي بتساوي هلا بتطلع معي 2.027 times 10 to the minus 3 meter square و اي بي minus ar بتساوي 1.52 times 10 to the minus 3 meter square اوكي فتقريبا هاي 3 ارباع اوكي شايفين يا شباب 3 ارباع لانه طرحنا منها الربع هاي طرحنا منها ربعها فطلعت هاي تقريبا 3 ارباع هاي ففي اختلاف منيح بينهم يعني الاريا تبعت الحلقه ثلاث ارباع الاريا تبعت البيستون هاي اعطاني التو اريز اللي موجودين هون هلا الفورس كمان خلينا نحول هاي الفورس فالفورس تبعت اللود عندي 1000 باوند فورس كيف بدي احولها؟ بدي احول من باوند فورس اول شيء الى احسن شيء احول الى جرام فورس فبنحط هون 1 باوند فورس وهون عندي 0.4536 كيلوغرام فورس هاي اول يونتي براكت بعدين احنا بنعرف انه الفورس اللي على 1 كيلوغرام فورس 9.81 فبتطلع معنا هذه هلا فورس انا حاسبها طالع معي هون بتطلع 4450 نيوتن هاي الفورس تبعتي وهاي الفورس مطلوبه في الاكستنشن وفي الريتراكشن وهذا منطق مش هيك؟ إذا أنا عمالي بدفش لود معين أو بعمل شيء معين بدي أقدر أحط هذه الفورس في الاكستنشن والريتراكشن، ممكن في حالات تكون مختلفة بس بهاي الحالة نفس الفورس، إذا هاي بتساوي فورس اكستنشن وتساوي فورس ريتراكشن، إحنا هون مهملين الفريكشن طبعا. أما فعليا الفورس اللي أنا بدي أحطها على السلندر بدها تكون أكبر من الفورس تبعت اللود، أنت تاخذ بعين الاعتبار الميكانيكال افشنسي أو فريكشن أو لوسز أو أشياء ثانية. طيب اذا حسبنا احنا الفورس تبعت اللود خلينا نحسب الفلو كمان فالكيو هون بتساوي 20 جالونز بير مينيت مضروبه هلا هون بنحط 1 يو اس جالون 3.785 لترز 1 الى 1000 لتر بتساوي 1 كيوبيك متر وبعدين عندي بير مينيت المينيت تحت فبحط مينيت فور 60 سكندز فبطلع الفلو عندنا 1.261 times 10 to the minus 3 كيوبيك متر بير سكند اوكي هي هدول حسبنا هي جهزنا اليونتس عشان نقدر نشتغل عليهم هلا نشوف ايش الاسئله المطلوبه هلا اذا بدنا عندنا في قاعده عامه طبعا رح تكون البريشر تبعت الاكستنشن مضروبه في الاريا تبعت بي اللي هتساوي الفورس تبعت الاكستنشن البريشر تبعت الريتراكشن مضروبه في اي بي ماينس اي ار تساوي الفورس تبعت الريتراكشن هذا اختلاف اساسي هذا اختلاف اساسي صار ما بين الاثنين فالريتراكشن الاريا اللي بستعملها بالريتراكشن هي اي بي ماينس اي ار والاريا اللي بستعمل الاريا اللي بستعملها بالاكستنشن بتساوي اي بي طيب نشوف ايش الاسئله هلا المطلوبه المطلوب من اول شيء نعرف عندنا الفلو ثابت بنلاحظوا الفلو اكستنشن كيو اكستنشن بيساوي كيو ريتراكشن فضروري هلا صار البريشر بده يختلف. فخلينا نشوف الان هلا هون بطلب مني اول سؤال الجزء الاول من السؤال بطلب مني قديش البريشر تبع الاكستنشن انا لازم احاول اميز بين الكابيتال بي والسمول بي. الكابيتال بي هي باور والسمول بي بريشر فالبريشر اكستنشن بيساوي فورس اكستنشن على اي بي. الفورس اكستنشن عندي 4450 نيوتن على اي بي اللي هي 2.027 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 وتساوي 2.195 ميجا باسكال يعني تقريبا 2.2 اوكي هذا البريشر هذا وين راح يصير البريشر؟ هذا راح يصير البريشر في حاله الاكستنشن ف
فعندي البريشر الداخل من هون بدي ازود 20 جالون بير مينت من هون على بريشر مقداره 2.2 ميجا باسكال حتى احقق الفورس المطلوبه. الفورس المطلوبه قديش رح تطلع معي؟ 4450. قديش تقريبا هاي هون لو بدنا احنا ناخذ احساس لهاي شو يعني عمالي انا بدفش 4450 نيوتن؟ انت كحس انجينيرنج سنس تقريبا 450 كيلو مش هيك؟ تقريبا عم نحكي 445 او 450 كيلو. يعني بتتخيل الفورس اللي بدك تحطها لو بدك تمنع 450 كيلو منهم ينزل لتحت، اوكي فاهمين؟ حتى يكون عندك احساس. لازم كمهندس يصير عندك حس تطلع على رقم زي هيك تقدر تقول هذا الرقم شو معناه حسيا. 1000 باوند حوالي 450 كيلو. احنا بدنا الفورس تقريبا الفورس انها تدفش 450 كيلو، ما بقدر الشخص العادي ما بقدر تحمل 450 كيلو، بقدر تحمل 50 بصعوبه، صعب انها تحمل 450. السؤال الثاني شو سرعة الاكستنشن؟ شو يعني سرعة الاكستنشن؟ عن ايش عم نحكي السرعة؟ سرعة مين؟ الفلو الرود. لا الفلو ثابت هيو عندي. الرود هاي ايش السرعة اللي تتحرك فيها من هون؟ فبيجي عندي هلا في اكستنشن بدها تساوي الفي هي علاقة بين الاريا والفلو مش هيك؟ الفي في الاريا رح تعطيني فلو، فالفي بتساوي الفلو على الاريا، وبحالة الاكستنشن بستعمل اي بي فعندي هاي 1.261 times 10 to the minus 3 على 2.027 هيها 2.027 times 10 to the minus 3 فبعطيني سرعة مقدارها 0.622 meters per second. هاي السرعة اللي رح تتحرك الرد فيها. قديش الباور اللي بيعملها الدليفري إذا هذا السلندر؟ ايش هي؟ فورس بالفلوسيتي. الفلو فورس بالفلوسيتي او بريشر في الفلو. بريشر في الفلو. اوكي وهون احنا اهملنا اللوسز، هذا ما بيكون صحيح لو انه ما اهملنا اللوسز، بس بالحاله هاي احنا معتبرين هذا ايديال. فاذا صار عندي الان السؤال اللي بعده اللي هو سي، هذا بي. سي الان بيقول ايش الباور؟ الاوتبوت باور اللي عم تطلع معي، انا هون بالحاله هاي لانه احنا اهملنا الافشنسي، الباور اللي بحطها هون الهيدروليك باور مساويه للميكانيكال باور اللي بعملها ديليفري بالمول. فبالحاله هاي لانه اهملنا الافشنسي اعتبرنا الافشنسي 100% فبصير عندي الباور يعني نحطها كابيتال بي اكستنشن تساوي سمول بي اكستنشن في كيو ويساوي هو نفسه كمان اف اكستنشن في في اكستنشن. هلا الحاله الاولى بتساوي بريشر، البريشر بتساوي 2.2 او 2.195 تايمز 10 تو ذا 6 باسكال مضروب في الفلو كان 1.26 الفلو مضبوط كان 1.261 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 كيوبيك متر بير سكند ميجا باسكال فبيطلع معي الجواب هون 2.6 تقريبا 6.8 واتس. لو حسبته بالفورس، الفورس ايش كانت؟ 4450 نيوتن. اذا هذا كمان راح يساوي 4450 نيوتن مضروبه في 2.622 متر بير سكند نيوتن. الجواب لازم يطلع معي واتس، بيطلع معنا 2768 لانه هون ايتا افترضناها 100 ايتا افترضناها 100 100 تفضل يا سمير.